لقد كتبت كلمات وأنا داخل إلى هذه القاعة، وهي بيت شعر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله، كان مقررا علينا من ضمن قصيدة نحفظها أيام ما كنا في المدارس الثانوية، ولقد تصرفت في تغيير كلمة واحدة في بيت الشعر، وهي كلمة العلم، واستبدلتها بكلمة العمل. البيت يقول: مرحى فقد وضح الصواب وهفى إلى العمل الشباب.